اجتمعت اللجنة الفيدرالية للسوق المالية البارحة، وأشارت المعلومات الواردة منذ الاجتماع الأخير في حزيران أن سوق العمل يواصل تعزيزه، والنشاط الاقتصادي يرتفع بشكل معتدل حتى الآن هذا العام. وقد انتعش الإنفاق المنزلي في الأشهر الأخيرة، كما وانخفض معدل البطالة مؤخرا. بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للتضخم المالي فقد انخفض إجمالا، لذا تسعى اللجنة إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار مجملا، كما وأن اللجنة تقوم برصد التطورات المتعلقة بالتضخم عن كثب. وبالنظر إلى كافة الظروف الحالية، قررت اللجنة تحديد النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بين 1 و1.25%. على أي حال، ستقوم اللجنة بتقييم الظروف الاقتصادية المتحققة والمتوقعة في وقت لاحق، وسيأخذ هذا التقييم في عين الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات لتحديد النطاقات الجديدة. أما على المدى القريب، سيظل سعر الفائدة دون المستويات التي من المتوقع أن تسود على المدى الطويل. بالنسبة لبرنامج تسوية أوضاع الميزانية العمومية، تتوقع اللجنة البدء بهذا البرنامج قريباً، شرط تطور الوضع الاقتصادي على نطاق واسع كما كان متوقعاً. اعتبر هذا التصريح غامضاً نسبياً، مما أدى إلى ضعف الدولار. أدت هذه الحقائق المناقشة في الاجتماع لحدوث تقلبات واضحة في السوق المالية، بالأخص ارتفاع العملات والذهب، مما جعلها تستقر بنطاقات جديدة تعتبر من أعلى مستوياتها في هذا العام.